أخبار مغربية وعالمية، معلومات غريبة وعجيبة، كل هذا تجدونه على قناة أخبار ومعلومات يومية. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات. شكرا على المتابعة. شباط يتحدى السلطات الأمنية ويحرض على خرق التدابير الصحية. في الوقت الذي تدعو فيه السلطات الصحية إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من تفشي فيروس كورونا المستجد، وتسهر السلطات العمومية والأمنية على تنزيل هذه القرار من خلال التوعية أو جزر المخالفين، ما يزال عدد من السياسيين والفنانين يتحدون هذه القرارات بالرغم من ظهور سلالات جديدة من الفيروس، ويحرضون بشكل غير مباشر المواطنين على خرقها. في هذا الإطار خرج الأمين العام السابق والبرلماني عن حزب الاستقالة حميد شباط نهاية الأسبوع المنصرم من أجل لقاء عدد من التجار والمرشدين السياحيين وعدد من ساكنة مدينة فاس دون احترام الإجراءات والتدابير التي توصي بها السلطات من أجل الحد من انتشار الوباء.